معكم ابو صفوان. يعني عندنا الكعك الوجدي، المنطقه الشرقيه معروفه بالكعك الوجدي، يعني معروف. لما مشيت للمنزل ولا للدار الوجديه كتلقى عندهم الكعك، متميزين بالكعك. يعني الكعك عندنا معروف هنا في وجده، كاين اللي كيجي من خارج مدينه وجده، ولا يتقدى الكعك يصيفطوا للاهل ديالو. ولا هنا الكعك بجميع الانواع ديالو، عندنا الانواع فيه. هنا الكعك الخامر البلدي، يعني اللي كان معروف، نديروا فيه الخميره والنافع حبه حلاوه. وعندنا الكعك الوجدي دابا كاين اللي بالجلجلان، اللي بغى الجلجلان والبيض على برا. وكاين يعني انواع فيه الصغير والكبير على حسب الناس. يعني متميزه المنطقه الشرقيه بهذا الكعك، هذا معروفين به. الثمن ديالو 30 درهم، 30 درهم فيه الصغير والكبير. وعندي كعك ديال الدار داير 35 درهم، شي حاجه زوينه مقومه. طبيعه الحال كيكون اقبال يعني عليه، على العام كنخدموه كيكون عليه الاقبال. يعني الناس كتكون ضروري الطبله الوجديه، اللي ما كانش فيها الكعك ما غاديش، ضروري الكعك يكون موجود. الطريقه ديال التحضير سهله، يعني غير المكونات ديالو من الفرينه، من الدقيق، وكيضيفوا ليه النافع حبه حلاوه، الجلجلان، القرفه، كلها باش كيعطروا باش ينسموا. كاين ذاك البلدي اللي كيديروه بخامر، كنقولوا الكعك الخامر، كيديروا الخماره البلديه باش يخمروا.